بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. هنكمل المرة دي اللي بدأناه المرة اللي فاتت في كلامنا عن البوينترز. هنبدأ النهاردة بقى نتكلم على أنواع البوينترز بالتفصيل واحد واحد. هنتكلم على حاجات بقى خاصة كده في البوينتر، نتكلم على السبسكريبتور أوبريتور، نتكلم على الكلمة كونستانت مع البوينتر، هنفهم الفرق ما بين بوينتر تو كونستانت داتا تايب والكونستانت بوينتر. فخلونا نبدأ كلامنا كده بأول حاجة إن احنا نتكلم على السبسكريبتور اوبريتور. والسبسكريبتور اوبريتور ده هو السكوير براكتس اللي احنا شايفينها دي، والسكوير براكتس اللي احنا شايفينها دي بتستخدم مع البوينتر ان احنا بنبقى بنعمل ارثماتيك اوبريشنز على الادرس اللي البوينتر ده شايله. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الارثماتيك اوبريشنز مع البوينتر، وعرفنا ان احنا لما بنجمع على البوينتر فاليو او بنطرح من البوينتر فاليو، فده كده بيبقى بنجمع او بنطرح بمقدار الستيب بتاعه البوينتر من الادرس اللي البوينتر شايله. هو دي نفس القصه اللي احنا هنعملها مع الارثماتيك اوبريتور. بكل بساطه لو انت عندك مثلا على سبيل المثال انتجر اكس مثلا ايكوال وليكن مثلا 257، وبعد كده انا جيت قلت لك انا هعمل لك شورت طبعا للانتجر، خلينا نفترض يعني ان هو 4 بايت، والشورت طبعا زي ما احنا عارفين 2 بايت. هنقول ان احنا عندنا بوينتر، البوينتر ده بيشاور على الادرس بتاع الاكس. طيب حلو قوي، لو انا جيت قلت لك ptr بلس بلس، ده احنا خدناه المره اللي فاتت وعرفنا ان ptr بلس بلس دي معناها ان احنا هنجمع على الادرس اللي البوينتر بيشاور عليه بمقدار الستيب بتاعت البوينتي تايب بتاعت مين، بتاعت البوينتر. فيما يعني ان احنا مثلا لو عندنا الميموري بالشكل ده كان محجوز فيها الاكس في الادرس من 0x00 ل0x03 مقدار 4 بايت زي ما احنا شايفين، وكان عندنا البوينتر بتاعنا اللي هو برضو حجمه 4 بايت، البوينتر ده مثلا من اول 0x08 مثلا، وقلنا ان ده كده البي تي ار. وطبعا البي تي ار ده شايل جواه مين؟ شايل جواه الادرس بتاع الاكس اللي هو 0x00. فانا دلوقتي لما قلت له 0x او لما قلت له بي تي ار بلس بلس، فده معناه ان انا بزود على 0x00 بمقدار الستيب بتاعت الشورت، وبالتالي هو في الاول كان بيشاور على 0x00، هنشيل 0x00 دي ونخليها 0x02، ان انا كده زودت عليه 2 0 2، فهيبقى بيشاور على المكان ده. طيب جميل جدا، فاذا هو في الاول كان بيشاور على اول 2 بايت هنا، بعد كده اصبح بيشاور على تاني 2 بايت هنا. كل ده احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. وطبعا البي تي ار بلس بلس دي هي هياها البي تي ار بلس ايكوال 1 او البي تي ار ايكوال بي تي ار بلس 1 يعني. طيب سيبك بقى من الجزئيه اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت دي، وخلينا نقول ما يتعلق بالسبسكريبتور اوبريتور. لو انا جيت قلت لك برنت اف مثلا هنطبع مودولس اي البي بلس 1 او البي تي ار بقى بلس 1، يعني من الاخر كده احنا هنجمع على الادرس بتاع البي تي ار ستيب واحده اللي هي مقدارها 2 بايت عشان ده شورت، وبالتالي هو كده هيبقى بيشاور على ايه؟ هيبقى بيشاور على 0x02. بعد كده نعمل له دي ريفرنس. طبعا لما هنعمل له دي ريفرنس، الدي ريفرنس دي هتبقى من دي ريفرنس المكان ده اللي هو 0x02 بمقدار 2 بايت، لان البوينتي تايب بتاعنا برضو 2 بايت. احنا قلنا ان البوينتي تايب هيفرق معانا في الاكسس وهيفرق معانا في الستيب، هيفرق معانا في الستيب اللي هي الجزئيه دي، هيفرق معانا في الاكسس اللي هي الجزئيه دي، ده الكلام احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. طيب جميل، وبالتالي حاجه زي كده المفروض ان هو هيروح للادرس 0x02 ويدي ريفرنس من اول الادرس ده بمقدار 2 بايت، لان البوينتي تايب بتاعنا بتاع البوينتر ده شورت. وبالتالي السطر ده كده الجزء ده كده على بعضه هيطبع لك كام؟ هيطبع لك 0. هيطبع 0 ليه؟ لان احنا دلوقتي بنتكلم على تاني 2 بايتس موجودين عندنا في الاكس. احنا قلنا الاكس ب 257، 257 يعني من الاخر كده خلينا نعملها باينري هنا عشان نبقى فاهمين، بس احنا عندنا 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 والباقي كله صفار.
لو احنا يعني هنتكلم على الأربعة بايت بتوع الانتجر لو هما بيساووا 257، ده طبعا أول بايت، ده تاني بايت، ده تالت بايت، ده رابع بايت. فهو دلوقتي باصص على الاتنين بايت الأخر، فكلهم هيبقوا بزيرو، وبالتالي هو هيطبع لك هنا زيرو. طيب كل ده ما يتعلق بما قلناه سابقا. الجديد بقى ايه؟ الجديد ان الجملة دي على بعضها كده بتكافئ PTR of 1. يبقى السبسكريبتور اوبريتور ده معناه ان انت بتجمع بمقدار الستيب القيمه اللي موجوده جوه السبسكريبتور اوبريتور دي، وبعد كده تعمل لها ايه؟ تعمل لها دي ريفرنس. فمثلا لو قلت لك بي تي ار، خلينا نقول بقى بي تي ار اوف 2، دي معناها ايه؟ دي معناها ان احنا هنعمل دي ريفرنس للمكان اللي البي تي ار شايله بعد ما نجمع عليه 2 ستيبس. يبقى الجنرال رول عندنا في الموضوع ده ان ال PTR of i equal دي الريفرنس بتاع ال PTR plus i. والجزئية دي بقى هي اللي احنا هنستخدمها ان شاء الله علشان نتكلم قدام عن فكرة عمل الاري. فهيبقى اكن اسم الاري هو constant pointer، وهنشوف قدام طبعا يعني ايه constant pointer، وهنستخدم معاه الارثماتيك اوبريتورز والسبسكريبتور اوبريتور. نستخدم معاه الارثماتيك اوبريشنز يعني على البوينتر والسبسكريبتور اوبريتور ده علشان ان احنا نروح من element لelement وهكذا. طيب ده كده اول حاجة احنا عايزين نتكلم عنها النهاردة، وهي السبسكريبتور اوبريتور. تعال بقى نتكلم على البوينتر تايبس. هنبدأ بقى بأول نوع عندنا من أنواع البوينتر، وهو النال بوينتر. احنا عارفين ان احنا عندنا حاجة اسمها النال كاركتر. النال كاركتر ده هو الكاركتر الاول في الاسكي تيبل اللي هو بالشكل ده كده. فده كده اول كاركتر موجود عندنا في الاسكي تيبل بتاعنا، اللي هو لو احنا بقى هنتكلم على الاسكي اوف الكاركتر ده اللي هو النال كاركتر بتاعنا بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو، اللي هو يعني هيكافئ بالباينري 8 اصفار. طيب حلو اوي. طبعا احنا عارفين ان احنا لو جينا طبعنا الكاركتر ده قلنا له برنت اف، هنطبعه على ان هو كاركتر بقى. طبعا النال كاركتر ده هيطبع لنا ايه؟ هيطبع لنا ولا حاجة، هيطبع فراغ. ده كده في حالة لو طبعناه على ان هو مودولس سي. طب لو طبعناه على ان هو مودولس اي هيطبع لنا زيرو. ليه؟ لان الاسكي بتاعه بزيرو وهكذا. طبعا الكلام ده احنا هنحتاجه قدام، او النال كاركتر ده احنا هناخده قدام تاني في السترينج، فخلينا فاكرين. طيب ايه بقى هو النال بوينتر؟ النال بوينتر هو عبارة عن بوينتر، ولكن البوينتر ده بيشاور على المكان زيرو في الميموري. يعني ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو احنا جينا قلنا له integer ptr equal zero، فده كده null pointer. او ممكن نقوله بطريقة تانية integer ptr equal null، null ده برضو بيكافئ الزيرو. فاذا هو كده بوينتر بيشاور على المكان زيرو. الادرس اللي هو بيشاور عليه هو الادرس زيرو في الميموري. وبالتالي انت لو جيت طبعت، لو جينا قلنا له مثلا print f البوينتر هيطبع لك زيرو. ده لو احنا عايزين نطبع الادرس يعني بتاع البوينتر. طب لو انت جيت قلت له برنت اف دي ريفرنس بتاع البوينتر، هنا المفروض ان هو هيدي ريفرنس المكان كام؟ المكان زيرو. طيب المكان زيرو ده هل هو عنوان انا حاجزه، او هل هو عنوان محجوز اصلا، ولا هل هو عنوان موجود في الفاليد رينج بتاعي؟ زي ما احنا كنا بنتكلم المره اللي فاتت، لو هو عنوان محجوز فده هيبقى ران تايم ايرور، وبالتالي لو انا في الويندوز مثلا هيكراش السيستم بتاعي. لو هو مايكرو كنترولر المفروض ان هو هيديك اكسبشنال انتربت، الكلام ده احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. فالعنوان زيرو ده دايما بيبقى عنوان محجوز مش موجود في الفاليد رينج اللي انت ممكن تستخدمه. طيب اذا العنوان زيرو ده لو انت موجود في الويندوز هيكراش السيستم بتاعك،
لو انت موجود على مايكرو كنترولر هيديك ايه؟ هيديك اكسبشنال انتربت. من الاخر كده هيديك ايه؟ هيديك ران تايم ايرور. حلوة. هنا بقى يجي السؤال المهم، طيب ايه لازمة النال بوينتر؟ هل النال بوينتر ده ليه اهمية اصلا؟ يعني هل هو مهم في الاستخدام؟ هل ليه استخدام احنا ممكن نستخدمه عشانه؟ اه هو ليه استخدام احنا ممكن نستخدمه عشانه. الميزة بتاعته ان هو لما انت تيجي تاكسس المكان ده اللي هو موجود في الميموري 0x00 اللي هو النال، يعني لما تيجي تاكسس الادرس ده هو مش هيكمل، هو هيديك ران تايم ايرور. هي دي الميزة بتاعته، ان انت دلوقتي لو انت عايز تعمل اي بوينتر لازم تديله قيمة initialized بزيرو اللي هي النال بوينتر، يبقى لازم تخلي البوينتر ده بيشاور على الزيرو. طب ليه الكلام ده؟ يبقى خلينا نكتب هنا كده الادفانتج بتاعته، ان احنا نعمل initialization للبوينتر على ان هو null pointer. طيب ليه احنا بنعمل initialization للبوينتر على ان هو null pointer؟ لو انت يعني في البداية مش هتديله initialization بادرس معين، لو انت مثلا عندك pointer to integer مثلا، البوينتر تو انتجر ده انت في البداية مش هتديله ادرس معين، انت في البداية مش عايز تديله ادرس ايا يكن، ما ينفعش تسيبه كده، ما ينفعش تكتب الجملة دي كده وتسيبها زي ما هي كده. كده هو لو هو جلوبال هو هيعمل له initialization بزيرو، احنا قلنا البوينتر ده variable زيه زي اي variable، فلو هو جلوبال المفروض ان هو هيبقى زيرو تمام، بس لو هو لوكال المفروض ان هو هيبقى محطوط في الستاك وبالتالي هيبقى garbage value تمام، وبالتالي ال garbage value دي هيبقى undefined behavior بالنسبة لك. طيب الجاربج فاليو اللي هو محطوط جوه البوينتر ده، اما ان هو هيبقى مكان محجوز لما تيجي تاكسسه بعد كده لو انت نسيت يعني تديله قيمه او تديله ادرس بعد كده وجيت تاكسسه، اما ان هو هيبقى مكان محجوز فهيديك ران تايم ايرور، او ان هو مش هيبقى مكان محجوز فهيبوظ لك حاجه في الميموري، وفي كلتا الحالتين انت عندك مشكله. طب تحل المشكله دي ازاي؟ ان انت بكل بساطه في البدايه كده هتديله القيمه نال، فلما تديله القيمه نال اذن البوينتر ده اصبح دلوقتي شايل نل لحد ما انا اجي بعد كده ادي له ادرس معين، وبعد كده بقى لما تيجي تستخدمه في الكود بتاعك انت هتعمل تشيك على البوينتر ده، لو البوينتر ده كده بنل طلع لي ايرور مثلا، لو البوينتر ده نوت ايكوال نل نفذ الكود بتاعك. فإذا الخلاصة احنا بنستخدم النال بوينتر علشان نتجنب المشكلة بتاعت البوينتر اللي مش عامل له initialization. طيب البوينتر بقى اللي مش عامل له initialization ده أصلا بنسميه إيه؟ بنسميه wild pointer، وهو ده تاني نوع من أنواع البوينتر، wild pointer. يبقى أنت كده استخدمت المشكلة بتاعت النال بوينتر علشان الطريقه بتاعت النال بوينتر قصدي استخدمته عشان تحل المشكله بتاعت الوايل بوينتر. طيب اذا الوايل بوينتر ده هو ايه؟ هو البوينتر اللي مش عامل له انيشاليزيشن، وليكن مثلا انت عامل بوينتر لوكال مثلا، فالمفروض ان هو هيشاور على مكان جاربج، فلما تحاول تعمل له دي ريفرنس هيديك انديفايند بيهيفير، فاما ان هو هيبوظ لك مكان تاني في الميموري انت مش عايز تاكسسه دلوقتي، او ان هو هيديك ايه؟ او ان هو هيديك ران تايم ايرور، طبعا لان انت حاولت تعمل اكسس على ايه؟ على مكان الليجال يعني في الميموري بتاعتك. فالخلاصه الوايلد بوينتر ده بيعبر عن ايه؟ خلينا نقول بقى بيعبر على اني بوينتر that is used before initialization. طيب على سبيل المثال عشان برضه نبقى فاهمين اكتر، لو احنا جينا قلنا له وليكن مثلا انت عندك في المين بتاعتك جيت كتبت ادي بوينتر اهوت، البوينتر ده انا ما اديتلوش اي initialization، ما خليتوش يشاور على اي مكان في الميموري وبالتالي هو لوكال. طيب اللوكال ده المفروض ان هو هيبقى موجود في الستاك، المكان اللي موجود في الستاك هيبقى موجود جواه garbage، وبالتالي القيمة garbage اللي هو شايلها دي هيبقى كأنه garbage address في الميموري. فلو لأي سبب من الأسباب أنت ما خدتش بالك وجيت قلت لي في مكان مثلا في الميموري print f مثلا، خلينا نقول مثلا في الأول print f
المكان اللي البوينتر ده بيشاور عليه طبعا هيطبع لك القيمة الجارج. لو انا جيت قلت لك دي ريفرنس للبوينتر، لو انت لاي سبب من الاسباب عملت اكسس للبوينتر ده مثلا او للمكان اللي البوينتر بيشاور عليه وحطيت فيه قيمة، انت ما انتش عارف القيمة دي هتتحط فين، انت ما انتش عارف الكلام ده هيروح فين بالظبط. ليه؟ لان البوينتر ده نفسه بيشاور على مكان جاربج في الميموري بتاعتك. اما ان المكان الجاربج ده هيبقى مكان محجوز فيديك ران تايم ايرور، او ان هو هيبقى مكان في الرينج بتاعك فهيبوظ لك حاجة تانية انت ممكن تكون مش عايز تكتب في المكان ده يعني. طيب جميل، فده كده لو هو كان لوكال. طبعا لو هو كان جلوبال بقى فاحنا عارفين ان الانشاليست فاليو للجلوبال بزيرو، وبالتالي هو كده كده هيديك ايه؟ هيديك ران تايم ايرور. طيب حلو قوي، ده كده طبعا مثال احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت مع بعض، وقلنا ان احنا عندنا لو احنا هنعمل دي ريفرنس الفاريبل، يعني مثلا كان ايه المانع ان احنا نحط في الاكس ده قيمة، القيمة دي قيمة الادرس موجود عادي في الفاليد رينج بتاعنا، وان احنا ناكسس القيمة دي او ناكسس الفاريبل ده على اساس ان الفاريبل ده يعني بيحل محل البوينتر. قلنا ان احنا ما ينفعش نستخدم الدي ريفرنس اوبريتور مع الفاريبل، لو قلت له دي ريفرنس لفاريبل هو اصلا هيديك ايرور. فانت لو جيت هنا مثلا هيديك انفاليد ارجيومنت للاوبريتور ده، لو جيت هنا قلت له جي سي سي واديته الفايل بتاعك هيديك ايه؟ هيديك انفاليد ارجيومنت لليونري اوبريتور اللي هو الدي ريفرنس بتاعنا. نفس القصه برضو لو جيت قلت له خلاص انا بلاش اديله فاريبل، انا هديله الادرس ده على طول، انا عايز دي ريفرنس كونستنت على طول، لا برضو المشكله هتظل موجوده، وما ينفعش برضو ان انت تدي للدي ريفرنس اوبريتور قيمه كونستنت كده على طول. ولو جيت قلت له برضو نفس القصه جي سي سي هيديك برضو انفاليد ايه؟ انفاليد تايب ارجيومنت. طيب جميل، قلنا عشان نتجاوز المشكلة دي أو عشان نخدعه يعني هنعمل إيه؟ ممكن إن إحنا نعمل كاستنج على إن هو بوينتر، يعني بوينتر تو انتجر، وفي الحالة دي برضو لو إحنا جينا قلنا له جي سي سي هتعدي عادي ومش هيبقى فيها أي مشكلة، وهنيجي نشغل الإكسكيوتبل ده هيدي ريفرنس المكان الجميل بتاعنا ده ومش هيبقى فيه أي مشكلة. طيب طبعا القيمه اللي موجوده في المكان ده هي قيمه جاربش، فالقيمه الجاربش بالصدفه ان هي ايه؟ بالصدفه ان هي قيمه زيرو، ده القيمه اللي موجوده في الادرس ده يعني في الميموري. طيب حلو قوي، ده كده حتى الان اللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. طيب الجديد بقى ايه؟ الجديد ان انا عايز اخلي البوينتر كده، والبوينتر ده يبقى بيشاور على ايه؟ على النل، وهاجي اقول له انا عايز اعمل دي ريفرنس للبوينتر بتاعي، فانا هشيل كل الكلام ده كده خالص وهقول له دي ريفرنس البوينتر بتاعنا. تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل، احنا متوقعين طبعا ان السيستم هيكراش، هيكمبايل عادي خالص، هنيجي نرن الاكسكيوتبل هتلاقيه مديك ران تايم ايرور وهتلاقي السيستم بتاعك كراش. طيب حلو قوي، يبقى اذا البوينتر لما يبقى نال بوينتر هيبقى مفيد في حالة إن أنت تتجنب المشكلة بتاعت إن البوينتر بيشاور على أي مكان جاربش كده في الميموري. يعني لو إحنا كنا سيبنا مثلا البوينتر ده كده من غير ما نقوله إن هو إيكوال نال، طبعا إحنا بنقول إن هو إيكوال نال في أول الكود لو إحنا عايزين يعني نحط بوينتر والبوينتر ده مش هيشاور على حاجة، فإحنا بنقول له إيكوال نال، وبنيجي وإحنا بنستخدم البوينتر ده أو إحنا بنعمل له أكسس إن إحنا نتشيك على البوينتر ده بيشاور على النال ولا لأ، مش بيشاور على نال. فلو بيشاور على نال بنطلع مثلا ايرور او نعمل اي حاجه يعني في الكود بتاعنا، نتصرف يعني في الكود بتاعنا. ولكن لو الكود لو البوينتر ده مش بيشاور على نال فده كده اللي بنسميه الوايلد بوينتر. فالوايلد بوينتر هو بوينتر احنا بنستخدمه اهوت بالشكل ده قبل ما نعمل له انيشاليزيشن، البوينتر ده مش بيشاور على حاجه، وبالتالي القيمه اللي هو هيبقى بيشاور عليها في الحاله دي هتبقى ايه؟ هتبقى حاجه جاربج، لان هو طبعا لوكال وبالتالي هو محطوط في الاستاك، فالقيمه اللي موجوده جواه هي قيمه جاربج. طيب تعالى كده نشوف لما ياكسس البوينتر ده ايه اللي هيحصل فيه. تعالى كده نفتح السين دي جميله بتاعتنا ونقول له الجي سي سي هذا الفايل، وتعالى ناكسس البوينتر. نفس اللي حصل المره اللي فاتت برضو، السيستم بتاعنا حصل له كراش، وبالتالي هو البوينتر دلوقتي بيشاور على مكان انت مش مسموح لك ان انت تاكسسه، فبيديك ران تايم ايرور. طيب حلو قوي، طبعا زي ما شفنا من شويه ان هو لو كان بيشاور على مكان مسموح لك ان انت تاكسسه زي المكان ده كده لما كنا بنشاور عليه كان هيشاور عليه عادي ويطلع لك القيمه الجاربج اللي موجوده فيه. طيب حلو قوي، تعالى بقى نرجع للبورد بتاعتنا تاني.
تعالى بقى نتكلم على ملحوظة كده، تعالى ندي شوية ملاحظات على ال operators with ال pointer. احنا عارفين ان ال pointer احنا ممكن نستخدم معاه ال dereference operator، ممكن نستخدم معاه ال increment، ممكن نستخدم معاه ال decrement وهكذا. الكلام ده طبعا اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، ان احنا بن increment value او بن increment او بن decrement value او بن decrement او بنطرح او substract بقى two pointers من بعض. الكلام ده كله احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، لكن احنا دلوقتي عايزين بس نتكلم على شوية ملاحظات خاصة بال precedence. ال precedence احنا اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا ان احنا مثلا لما يبقى عندنا اقواس، فالاقواس دي بيبقى ليها الهاي precedence. بعد كده ممكن نقول ان احنا عندنا الانكريمنت والديكريمنت، وهتيجي في الاخر خالص تلاقي ال دي ريفرنس اوبريتور موجوده في اخر الجدول بتاع البريسيدنس اللي احنا فتحناه مع بعض قبل كده. فبالنسبه للثلاث حاجات دول احنا ممكن بقى ندي شويه ملاحظات كده. اول حاجه ان احنا عندنا لو قلنا الدي ريفرنس بتاع البي تي ار بلس بلس، البلس بلس هنا هيبقى ليها higher precedence than ال D reference operator. يبقى البلس بلس higher precedence than ال D reference operator، يبقى المفروض ان البلس بلس بتتنفذ الاول قبل ال D reference operator. ولكن احنا عارفين ان x بلس بلس بتختلف عن بلس بلس x. ال x بلس بلس دي هتتنفذ هت implement في ال next line، مش في نفس اللاين اللي انت بتكتب فيه ال x بلس بلس. وبالتالي في السطر اللي انت كاتب فيه ال PTR++ دي هي مش هتعتبر ال PTR++، هي هتعتبر ال old address اللي ال PTR ده بيشاور عليه. فإذا الملحوظة اللي ممكن نقولها في حاجة زي كده، ان احنا عندنا ال plus plus higher precedence عن ال dereference but will be implemented in the next line. طيب حلو قوي. لو جيت قلت لك بقى دي ريفرنس بلس بلس بي تي ار، في الحاله دي احنا عندنا البلس بلس ليها هاي بيرسيدنس عن الدي ريفرنس، والبلس بلس جت قبل البي تي ار، وبالتالي هي هتتنفذ في نفس اللاين عادي خالص. فاحنا ممكن نقول هنا كده في الحاله دي ان برضه احنا عندنا البلس بلس ليها هاي بيرسيدنس عن الدي ريفرنس اند will be implemented in the same line. يبقى الفرق هنا في الجزئية دي بس بين الاتنين دول. طب لو قلت لك ان احنا عندنا تالت حاجة بقى، ان احنا عندنا دي ريفرنس بي تي ار، ولكن الفكرة ان انا عايز اعمل دي ريفرنس وازود القيمة اللي البي تي ار بيشاور عليها، يعني ازود القيمة اللي موجودة جوه الادرس اللي البوينتر ده بيشاور عليه. فبالتالي احنا في الحالة دي هنبقى محتاجين ان احنا نعمل اقواس كده بالشكل ده ونقول له بلس بلس. في الحالة دي احنا مثلا لو عندنا الميموري شكلها كده، والميموري دي فيها فاريبل اكس، والاكس ده هو اللي البي تي ار بيشاور عليه، البي تي ار بيشاور على الاكس، والاكس دي مثلا فيها 5. ففي الحالة دي انت الاول بتعمل دي ريفرنس للبي تي ار ده كده اللي ليه هاي بريسيدنس، عشان احنا حاطين الراوند براكتس دي اللي هي الاقواس دي. فهو هيدي ريفرنس الاكس الاول اللي هو دخل كده جوه الاكس، بعد كده هيعمل بلس بلس فهيشيل الخمسه دي ويحط مكانها ايه؟ ويحط مكانها سته. فالملحوظه هنا ان احنا عندنا الاقواس دي is higher precedence than ال بلس بلس. طيب حلو قوي. لو قلنا كمان ان احنا عندنا بالشكل ده كده دي ريفرنس بي تي ار واحد بلس دي ريفرنس ال PTR 2، فال دي ريفرنس هيبقى ليها هاي بريسيدنس زان ال بلس اوبريتور، وبالتالي هيتنفذ ده كده الاول وبعد كده هيتنفذ ده، يعني هيتنفذ دول كده كل واحد لوحده، وبعد كده هنجمع القيمتين اللي موجودين جوه المكان اللي البوينتر بيشاور عليه. يبقى احنا عندنا هنا كده دي ريفرنس از هاير بريسيدنس زان ال بلس بلس. طيب جميل جدا. لو جينا هنا بقى نشوف الجدول بتاع البريسيدنس زي ما احنا شايفين كده قدامنا، هتلاقي ان انت عندك البراكتس او الكيرلي براكتس اللي موجودة هنا، اقصد الراوند براكتس، يعني
فالأقواس دي هيبقى ليها البريسيدنس الأعلى، وبعد كده هتلاقي طبعا عندك هنا الـ Dereference Operator أو الـ Indirection Operator اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت، أو الـ Value of Operator اللي أكتر من اسم يعني، وهتلاقي هنا بقى الجمع والطرح والكلام ده. فأنت هتمشي مع الجدول بتاع الـ Precedence في أي حاجة تواجهك. طبعا زي ما قلنا بقى قبل كده عندك الـ Bitwise Operators، وهتلاقي في الآخر الـ Comma Operator زي ما احنا شايفين كده. فالجدول بتاع الـ Precedence ده هو اللي أنت بتبقى بتتبعه يعني في كل حاجة. طيب حلو أوي، تعالى بقى نشوف أمثلة على الكلام ده. لو جينا كده نشوف المثال الجميل اللي معانا ده على الجزء اللي احنا قلناه بتاع الـ Precedence، هنلاقي إن احنا عندنا في البداية أنا قلت لك الـ X equal 5، بعد كده هنعمل PTR على الـ X بيشاور على المكان بتاع الـ X يعني، وبعد كده هقول له print if الـ dereference PTR اللي بيشاور على الـ X ده بلس بلس. طبعا احنا قلنا في أول معلومة قلناها إن احنا عندنا إن لو احنا عندنا dereference والـ PTR بلس بلس، هو الـ بلس بلس ليها precedence أعلى من الـ dereference، ولكن هو مش هيتنفذ، أو الـ PTR بلس بلس دي مش هتتنفذ في نفس السطر، هي هتتنفذ في النكست لاين. وبالتالي لما احنا نيجي نطبع كده الـ PTR الـ dereference بتاع الـ PTR بلس بلس، هو هيطبع الـ dereference بتاع الـ PTR اللي هو هيطبع الـ dereference بتاع المكان اللي الـ PTR بيشاور عليه، اللي هو مين؟ اللي هو الـ X. وبالتالي هو هيطبع هنا في أول سطر كام؟ هيطبع هنا في أول سطر 5، اللي هي طبعا هتبقى نفس القيمة لو احنا ايه؟ لو احنا طبعنا ال x. طيب حلو أوي، بعد كده قلت له ال PTR equal address x عشان أرجع يعني ال PTR يشاور على address x تاني، بعد كده قلت له ال dereference بقى المرة دي بتاع ال plus plus PTR، وبالتالي هو هنا هيعمل ال plus plus لأن هي ال high precedence الأول، وهينفذها في نفس السطر لأن هي طبعا زي ما احنا شايفين plus plus في البداية. والكلام ده طبعا احنا اتكلمنا فيه قبل كده في الفرق ما بين البوستفكس والبريفكس، فهي بالتالي عندنا في السطر ده بريفكس فهتتنفذ في نفس السطر، على عكس مثلا البوستفكس اللي كانت عندنا في السطر اللي فوق فهو ما نفذهاش في نفس السطر. طيب حلو قوي، فاذا لما هنيجي نعمل دي ريفرنس للبي تي ار للبلس بلس بي تي ار، هو هيشاور على المكان اللي بعد الاكس وبعد كده يعمل له دي ريفرنس، فده كده بالنسبه لنا جاربج فاليو. ايا يكن بقى القيمه بتاعه الجاربج فاليو دي هنشوفها هتبقى هتطلع لنا كام. طيب حلو قوي، بعد كده رجعت البي تي ار واحد ده يشاور على الاكس تاني، وبعد كده قلت له خلي بالك بقى احنا هنا استخدمنا الاقواس، وبالتالي البريسيدنس بتاعه الاقواس هتبقى اعلى، هيتنفس الاول اللي جوه الاقواس اللي هو الاول هيعمل دي ريفرنس للبي تي ار، بعد كده هيعمله بلس بلس. فلما يجي يعمل دي ريفرنس للبي تي ار واحد اللي هو بيشاور على الاكس ده اللي هو هيبقى بيساوي 5، بعد كده هيعمله بلس بلس فهيبقى بيساوي 6، فلما تيجي تطبع الاكس هنا دلوقتي هتبقى كام؟ هتبقى 6. بعد كده عندنا عملت لك بقى فاريبل تاني اسمه واي، وبعد كده خليت البي تي ار 2 ده يبقى بيشاور على الواي، وبعد كده المفروض ان احنا هنعمل دي ريفرنس البي تي ار 1 زائد دي ريفرنس البي تي ار 2. احنا طبعا عارفين ان الدي ريفرنس ليه بريسيدنس اعلى من البلس، ده اللي احنا يعني شفناه في الجدول بتاعنا ده. دي ريفرنس اللي هو الاندايركشن اوبريتور او الدي ريفرنس اوبريتور ليه بريورتي اعلى من البريورتي بتاعت الاديشن اوبريتور، وبالتالي لو رجعنا هنا المفروض ان احنا هننفذ الاول الدي ريفرنس، ان احنا ندي ريفرنس الاكس اللي هو هيبقى 6 زائد دي ريفرنس الواي اللي هو هيبقى 10، فهيبقى 6 و10 هيطلع لنا 16. فتعالى كده نرن الكود بتاعنا الجميل ده على السي ام دي. هتلاقيه فعلا طلع لك 5 5 اللي هي أول قيمة 5 و5 و0، 0 دي اللي هي الجاربج فاليو بس المكان ده يعني في الميموري موجود فيه 0 دلوقتي، وبعد كده الستة اللي هو القيمة بتاعت الإكس بعد ما حصل لها إنكريمنت، وبعد كده هنجمع بقى الإكس على الواي فيدينا 16. ده كده مثال يوضح لك البرسيدنس مع البوينترز. تعال بقى نكمل كلامنا على جزئية مهمة جدا، وهي استخدام كلمة constant مع البوينتر. constant with pointer، إما إن البوينتر هو اللي هيبقى constant أو إن الداتا تايب اللي البوينتر بيشاور عليها هي اللي constant. طب مين اللي هيحدد الكلام ده؟ موقع كلمة const من الدي ريفرنس اوبريتور. يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا هيبقى عندنا نوعين، حاجه اسمها بوينتر تو كونستانت فاريبل اللي هو الفاليو اللي البوينتر بيشاور عليها هي اللي كونست، او ان البوينتر
هو اللي كونستنت. طيب امتى الكلام ده؟ الفاليو هي اللي كونست لو الكونستنت على شمال الدي ريفرنس اوبريتور. يعني ايه كلمة كونست على شمال الدي ريفرنس اوبريتور؟ يعني لو احنا مثلا جينا قلنا انتجر كونست دي ريفرنس بي تي ار ايكوال الادرس بتاع الاكس، فبي تي ار ده كده ايه؟ بي تي ار ده كده عبارة عن بوينتر تو كونستنت داتا تايب. نفس القصة برضو او هي لو انت قلت لي كونست انتجر، بقى لو انت بدلت ما بين انتجر وكونست برضو تظل كونست على شمال دي ريفرنس اوبريتور. كده الفاليو بتاعت الفاريبل اللي البوينتر بيشاور عليه هي اللي كونستنت، مش البوينتر هو اللي كونستنت. طب امتى البوينتر يبقى هو اللي كونستنت؟ لو كلمة كونست دي جاية على يمين الدي ريفرنس اوبريتور. ازاي؟ لو قلت لك مثلا انتجر كونست بي تي ار ايكوال ادرس بتاع الاكس مثلا، فاذا هنا ايه؟ هنا البوينتر هو اللي كونستنت. البوينتر كونستنت، يبقى ده كده كونستنت بوينتر بيشاور على انتجر داتا تايب. ده كده الموضوع باختصار. يبقى انا هنا لو سالتك بي تي ار ده عباره عن ايه، هتقول لي بي تي ار از ا بوينتر تو كونستنت انتجر. انما هنا لو قلت لك بي تي ار عباره عن ايه، هتقول لي بي تي ار از ا كونستنت بوينتر تو انتجر. طيب انا مش فاهم برضو ايه الفرق ما بينهم. الفرق ما بينهم ان احنا عندنا هنا الفاليو از ا كونستنت. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش نغير في القيمه اللي موجوده في المكان اللي البوينتر بيشاور عليه. انما في الناحيه الثانيه البوينتر از ا كونستنت، يعني ما ينفعش نغير في العنوان اللي البوينتر بيشاور عليه. يعني البوينتر دلوقتي بيشاور على الادرس بتاع الاكس، خلاص هيفضل البوينتر طول حياته بيشاور على الادرس بتاع الاكس، والادرس بتاع الاكس ده طبعا بتعمل له initialization while declaration. يعني اثناء الديكلريشن حضرتك بتقول له البوينتر ده الكونستنت بوينتر ده بيشاور على الادرس بتاع الاكس. طيب امتى البوينتر اللي هو الكونستنت بوينتر يعني نخليه يشاور على ادرس تاني غير الادرس بتاع الاكس؟ هنستخدم الورك اراوند اللي احنا عملناها قبل كده، الحركه اللي احنا عملناها قبل كده مع الكونستنت داتا تايب. لما كنا بنقول ان احنا عندنا وليكن مثلا كونست انتجر اكس ايكوال 10 مثلا، وجيت قلت لك انا عايز اغير القيمه بتاعت الاكس دي، كنت بتعمل ايه؟ كنت بتعمل بوينتر يشاور على القيمه الكونستانت دي، وكنت بتقول له ان انا عندي بوينتر تو انتجر ايكوال الادرس بتاع الاكس، وبعد كده تيجي تعامل دي ريفرنس البي تي ار ايكوال اي قيمه بقى. يبقى انت كده قدرت تغير في مين؟ قدرت تغير في القيمه بتاعت الاكس. خلي بالك ان انت هنا لو جيت قلت له اكس ايكوال القيمه دي مش هينفع، الكومبايلر هنا كان هيعترض، وكنا بنقول ان الكومبايلر هنا بيعترض. انت كده حامي الكود بتاعك ان انت تغير في القيمه بتاعت الاكس من خلال السوفت وير. انت ممكن تخدع الكومبايلر بالسطر ده، ولكن لو كان الفاريبل ده اللي هو الفاريبل كونستانت ده كان فاريبل جلوبال ما هوش فاريبل لوكال، ما كنتش هتقدر تعمل الحركه دي اصلا، لان الفاريبل الجلوبال كان هيتخزن في مكان في الفلاش، الهاردوير نفسه هو اللي هيحميك، انت ما كنتش هتقدر تاكسس اصلا المكان ده. وطبعا الكلام ده ممكن نرجع له في الكلام اللي احنا قلناه قبل كده شرح بالتفصيل، يعني لو انت ما انتش فاهم الكلام اللي بيتقال دلوقتي في الجزئيه بتاعه الكونستانت لما كنا بنستخدمه مع اللوكال ومع الجلوبال. طيب هنا برضو الشاهد ايه؟ الشاهد ان احنا لو عندنا كونستانت بوينتر زي ما احنا شايفين قدامنا هنا، ممكن بقى نعمل بوينتر تو بوينتر ونخلي نغير الادرس اللي البوينتر ده اللي هو الكونستنت بوينتر ده بيشاور عليه من خلال البوينتر تو بوينتر اللي هيبقى بيشاور عليه. وقدام ان شاء الله هناخد البوينتر تو بوينتر وان شاء الله هنبقى نقول المثال ده. طيب حلو قوي. وطبعا عموما كونستنت دي احنا بنستخدمها لو انت باعت مثلا الفانكشن حاجه ومش عايز اليوزر يغير عليها. على سبيل المثال يعني لو انت مثلا باعت الفانكشن بتاعت ال سي دي سترنج مثلا، وانت عايز السترنج ده يبقى كونستنت، انت مش عايز حد يقدر يغير عليه، فبالتالي انت هتخلي السترنج ده او هتخلي الارجيومنت بتاع الفانكشن ده ارجيومنت كونستنت عشان لما تيجي تبعته ما يتغيرش. وحاجات زي كده ان شاء الله هنبقى نقولها واحنا بنكتب الدرايفرات قدام. يعني مثال زي ده مثلا هنبقى نقوله واحنا بنكتب الدرايفر بتاع ال سي دي وهنبقى بنشوفه في الفانكشن بتاعه ال سين سترنج. طيب حلوة. برضو على سبيل المثال لو احنا مثلا عندنا اكس برضو حاجه كونستنت، و أو خلينا بقى نكتبها مثال تاني كده.
لو انت مثلا وليكن عندك البوينتر اللي بيشاور على الاكس ده هو اللي بيشاور على حاجه كونستانت، يعني انت لو انت عندك مثلا اكس انتجر اكس ايكوال 5 مثلا، بعد كده جيت عامل لي كونستانت بوينتر بي تي ار ايكوال الادرس بتاع الاكس، يبقى انت كده عمل بوينتر بيشاور على الاكس دي اللي هي 5. هل ينفع ان احنا ممكن نعمل كده مثلا؟ لو جيت قلت لك دي ريفرنس البي تي ار ايكوال 7، هل ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش الكلام ده. ليه ما ينفعش الكلام ده؟ لان البي تي ار بيشاور على كونستانت انتجر، انت معرف البي تي ار ان هو بيشاور على فاليو كونستانت، ما ينفعش ان انت تيجي تغير في الفاليو بالطريقه دي كده. طب ممكن نغير فيها ازاي؟ ممكن بكل بساطه تعمل كاستنج. يعني ايه؟ يعني تقول له دي ريفرنس خليه لي على ان هو اكنه بنعمل له كاستنج، يعني ان هو بوينتر تو انتجر البي تي ار ده ايكوال 7 كده، تمام كده الفاليو اللي البي تي ار بيشاور عليها هتتغير وما فيهاش اي مشكله. طيب حلوة. اخر حاجه بقى عايزين نتكلم عنها النهارده وهي البوينترز مع الفانكشن، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده في الباسنج باي فاليو والباسنج باي ريفرنس، وقلنا ان احنا قلنا طبعا على الفروقات ما بين الباس باي فاليو والباس باي ريفرنس، وكان واجهنا 3 مشاكل او 4 مشاكل في الباس باي فاليو، وقلنا ان حل المشاكل دي كان بالباس باي ريفرنس، اللي هو ان احنا كنا هنوفر في الميموري وهنوفر في التايم، وكمان كنا هن او بقى القيمه اللي هي كانت ان هي مش بيحصل لها موديفاي كان هيبقى يحصل ان هي يحصل لها موديفيكيشن. الكلام ده كله طبعا اتكلمنا عنه في الفروقات ما بين الباس باي فاليو والباس باي ريفرنس. وهنا بقى تيجي الجزئية بتاعت ان احنا بنبعت البوينترز with functions، اللي هو البوينتر هيبقى كأن هو argument للفانكشن دي، اللي هو بالنسبة لنا ايه؟ اللي هو بالنسبة لنا الباس باي ريفرنس. يبقى انت بتبعت للفانكشن البوينتر، فالفانكشن هتستقبله وهتعدل عليه براحتها، وده طبعا اللي احنا شفنا فيه مميزات كتير جدا اتكلمنا فيها فيما سبق. يعني اللي احنا عايزين بقى نقوله ايه هنا؟ اللي احنا عايزين نقوله ان احنا لما بيبقى عندنا فانكشن، والفانكشن دي المفروض ان احنا عندنا الانسي سي، الانسي سي الريتيرن بتاع الفانكشن هو only one return. الفانكشن ما ينفعش ترجع لك اكتر من حاجة، الفانكشن لو هترجع لك هي هترجع لك حاجة واحدة بس. طيب لو احنا عايزين الفانكشن دي بقى ترجع اكتر من حاجه هنعمل ايه؟ بكل بساطه هنبعت لها ارجيومنت زياده، الارجيومنت ده هيبقى عباره عن بوينتر تو حاجه، هي هتبعت لها البوينتر ده وهي هتعدل على البوينتر ده. يبقى السوليوشن بتاعنا ان احنا نبعت للفانكشن بوينتر از ان ارجيومنت، وهي طبعا لما تعدل على الارجيومنت ده تعدل على الفاريبل ده يعني هيسمع في الفاريبل الاصلي، لان احنا بعتنه لها ايه؟ لان احنا بعتنه لها باي باي ريفرنس، فبالتالي التعديل هيظهر على مين؟ هيظهر على الفاريبل الاصلي، انت هتبقى بتعدل في المكان بتاع الفاريبل الاصلي. طيب حلوه. وبرده الجزئيه دي احنا هنبقى محتاجين ان احنا نستخدمها قدام ان شاء الله اثناء ما احنا بنكتب الدرايفرات، لو احنا عايزين الفانكشن دي ترجع لنا اكتر من حاجه او عايزين الفانكشن دي تعدل لنا في اكتر من حاجه. طيب حلوه. برده نفس القصه لو الفانكشن دي بترجع بوينتر، لو الفانكشن return pointer، او خلينا بقى نقول لو الفانكشن بتريتيرن ادرس، الفانكشن اللي ترجع لك ادرس، الادرس ده ايه اللي انت هتستقبله فيه؟ ايه الفاليبل اللي بيشيل ادرس؟ انت المفروض تستقبله في بوينتر. اذا الفانكشن كديفينيشن هيبقى شكلها عامل كده، احنا هنبقى عاملين return type من النوع بوينتر لان الفانكشن دي بترجع ادرس، هنقول مثلا الفانكشن بتاعتنا اسمها فانك مش بتاخد حاجه، الفانكشن دي كل اللي عليها ان هي ايه؟ بتعمل لي مثلا انتجر اكس وتريتيرن الادرس بتاع الاكس مثلا، ولكن برضو عايزين نبقى واخدين بالنا ان الاكس ده هو عبارة عن لوكال فاريبل موجود جوه الفانكشن دي، فبمجرد ما الفانكشن دي تخلص المكان اللي الاكس ده موجود فيه وهيبقى نوت سكيور زي ما اتكلمنا قبل كده، الستاك اللي اتعمل للفانكشن دي اكنه هيتمسح،
هو مش هيتمسح بالفعل ان هو يتمسح، لا هو هيتساب، هيتساب لاي حد ممكن يجي يستخدمه او يلعب فيه او ايا يكن يعني. طيب لما الاكس ده لوكال فاريبل، والفاريبل ده المفروض ان انا الستاك ده هيبقى نوت سكيور بمجرد ما نطلع بره الفانكشن دي، الادرس اللي هو بتاع الاكس ده اللي هو انا هعمل له ريتيرن باستخدام الفانكشن دي، الادرس ده لما انا اجي استقبله هستقبله في ايه؟ المفروض ان انا هستقبله في بوينتر. يعني على سبيل المثال لو انا جيت مثلا قلت لك ان انا عندي في المين بتاعتي، انا جيت قلت لك بوينتر تو انتجر اهوت علشان استخدم فيه الريتيرن بتاع الفانكشن دي، قلت لك البوينتر ده بياخد الريتيرن بتاع الفانكشن دي. حلو قوي، يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده عملت استقبلت الريتيرن بتاع الفانكشن اللي هو الادرس، يعني الفانكشن دي بترجع لك ادرس، انا استقبلته في ايه؟ استقبلته في بوينتر، وده الطبيعي اللي احنا قلنا عليه. فلو انت جيت دلوقتي قلت لي برنت اف مودلس دي البي تي ار، هو كده بيدي ريفرنس مكان، المكان ده موجود في الميموري ولكن المكان ده ما اصبحش يعني خلاص بقى، طالما انت طلعت بره الفانكشن دي المكان ده ما عادش محجوز لللوكال فاريبل ده. طيب حلو قوي، الكونسبت ده نفسه اسمه ايه؟ الكونسبت ده نفسه اسمه الدانجلينج بوينتر. مش عارف بقى ده كده النوع رقم كام، خلينا هنا كده نطلع شويه. احنا اتكلمنا عن النار بوينتر واتكلمنا عن الوايلد بوينتر، ده كده هيبقى رقم 3 معانا، هو الدانجلينج بوينتر. طيب يبقى ايه هو الدانجلينج بوينتر؟ الدانجلينج بوينتر هو بوينتر بيشاور، هو بوينتر هو بيشاور على مكان في الميموري، المكان ده هو خلاص اصبح دي الوكيتد او ديليتد من الميموري. ليه اصبح دي الوكيتد؟ لان الاكس ده اصلا عباره عن لوكال فاريبل، واحنا قلنا ان الستاك بتاع اللوكال فاريبل او الستاك بتاع الفانكشن يعني اللي هو محطوط فيه اللوكال فاريبل الموجود جوه الفانكشن دي هيتمسح بمجرد ما الفانكشن دي تخلص، وبالتالي اول ما الفانكشن دي تخلص المكان ده هيصبح ديليت او دي الوكيتد، بيتمسح بيبقى نوت سكيور من الميموري، وبالتالي البوينتر اللي هيشاور على الاكس ده اللي هو البوينتر الجميل بتاعنا ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن دانجلينج بوينتر بيشاور على مكان ممسوح من الميموري. وهنا بقى يجي السؤال، لو احنا عايزين بحركه واحده نخلي البوينتر ده ما يبقاش بيشاور على مكان ممسوح من الميموري، ايه اللي ممكن نعمله؟ بكل بساطه ان احنا نخلي اللوكال فاريبل ده ما يتمسحش من الميموري. طب ازاي نخلي اللوكال فاريبل ده يبقى التايم بتاعه هو الران تايم؟ ازاي نخلي اللايف تايم بتاع اللوكال فاريبل هو الران تايم؟ المفروض تعمل بوز لمده دقيقه وتفكر. طيب التفكير هيبقى في اتجاه الستورج كلاسز اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. ايه هو الستورج كلاس اللي كان ممكن يخلي لك اللوكال فاريبل اللايف تايم بتاعه هو الران تايم؟ بكل بساطه هو الستاتيك كي وورد. فانت لو حطيت ستاتيك كي وورد قبل اللوكال تايم ده، قبل اللوكال فاريبل ده، مش هيحصل له دي الوكيشن بمجرد ما الفانكشن دي تخلص، وهيفضل موجود معاك باستمرار. وبكده هتكون حليت المشكله بتاعت الدانجلينج بوينتر، اللي هي اصلا ايه هي كانت المشكله؟ ان هو عباره عن بوينتر ذات points to a deleted أو deallocated object. السوليوشن بتاعها في المثال مثلا بتاع اللوكال ان احنا نستخدم معاه كلمة ايه؟ كلمة static keyword. استخدم static keyword خلاص اللوكال ده ما اصبحش ايه؟ ما اصبحش اللايف تايم بتاعه within البراكتس بتاعت الفانكشن، لا هو اصبح الران تايم. طيب حلو قوي كده نكون خلصنا محاضره النهارده، اتكلمنا على ثلاث انواع مهمين من انواع البوينترز، هنكلم الانواع المره الجايه باذن الله، وطبعا اتكلمنا على حاجات مهمه ثانيه زي الكونستانت مع البوينتر والفرق ما بين الفاليو ان هي تبقى كونستانت او البوينتر بيشاور على فاليو كونستانت او البوينتر نفسه هو الكونستانت، الفرق ما بينهم ايه، واتكلمنا على السبسكريبتور اوبريتور. ان شاء الله المره الجايه هنكمل كلامنا في انواع البوينترز، هنتكلم بقى على الفويد بوينتر، هنتكلم برضو عن البوينتر تو فانكشن والبوينتر تو بوينتر اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه،
كحركة ورك اراوند، يعني ان احنا نغير فيه الكونستانت بوينتر. وهنتكلم برضو عن كذا طريقة تخلينا نقرأ الكومبلكس اكسبريشنز بتاعت البوينتر، وده بيبقى سؤال مهم جدا في الام سي كيوز بقى والانترفيوز وكده. هنقول اكتر من طريقة او طريقتين تحديدا، يعني بحيث ان احنا نقرأ الكومبلكس اكسبريشنز دي بكل سهولة ان شاء الله. فان شاء الله المحاضرة الجاية هتبقى اخر محاضرة في البوينترز. علمكم الله ما ينفعكم، ونفعكم بما علمكم، وزادكم علما.